القوات المسلحة المصرية بتنظم دورة تدريبية للقوات الخاصة المقرر سفرها ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بدولة مالي بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية، وده استمرارا لدور مصر الداعم للأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية والمشاركة الفعالة لمصر ضمن قوات حفظ السلام بالعديد من الدول. كمان امبارح كان في مجموعة مهمة من الأخبار، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات صندوق التنمية الحضرية، وكمان متابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، ده غير أن الدكتور مصطفى مدبولي ترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة بعد إعادة تشكيلها. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات صندوق التنمية الحضرية، وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على متابعة تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية وفي مقدمتها مشروعات تطوير عواصم المحافظات وإعادة إحياء القاهرة التاريخية بالنظر لأهميتها في تحقيق مشروعات حضرية بتظهر الوجه الحقيقي للمدن المصرية بكامل رونقها وتميزها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع تابع فيه موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، مع استعراض التقرير الشهري حول موقف تقنين أراضي الدولة وعدد العقود اللي تم توقيعها وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم وموقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة، وكذلك مناقشة مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة لتذليل أي عقبات قد تعترض دور اللجنة في تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استيفاء حق الدولة ومنع كل أشكال التعدي على أي ممتلكات أو أراضي. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة بعد إعادة تشكيلها، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما يحظى به قطاع السياحة والآثار من اهتمام ودعم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد إن الحكومة بتبذل المزيد من الجهود اللي من شأنها زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر مع مختلف الأسواق السياحية سواء المتعارف عليها أو الجديدة اللي بنستهدفها. خلونا دلوقتي نروح في جولة في المحافظات، وفي أخبار كتيرة وأحداث مهمة حصلت امبارح في المحافظات، أبرزها افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية 17 للكتاب وتقديم الخدمات الطبية ل 12,000 سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة في المنيا، وكمان انطلاق مبادرة أو دورات تدريبية للشباب على 11 حرفة في شمال سيناء، وأخبار تانية كتير في محافظات مختلفة خلونا نتابعها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من دمياط اللي تم فيها إعلان إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة إنه تم تقديم الرعاية الصحية لمليون وتلتمائة ألف مستفيد خلال 6 شهور، وده من خلال 100 منشأة رعاية أولية بالمحافظة. في الشرقية قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنه بيتم تنفيذ 266 مشروع بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 21 مليار و700 مليون جنيه. المشروعات دي فيهم 12 مشروع خدمي وتنموي بمركز ومدينة الزقازيق في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة حوالي 2 مليار و193 مليون جنيه. امبارح افتتحت مكتبة الإسكندرية معرض الكتاب في دورته 17 بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين تحت شعار الوعي وبناء الإنسان. المعرض هيواصل فعالياته لحد يوم 28 من شهر يوليو، وبيستضيف السنة دي مجموعة من الكتاب والنقاد والمفكرين المصريين والعرب. في أسيوط أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بدء مستشفى القلب الجامعي في العمل ببرنامج زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة، وده في إطار حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة الإمكانات العلمية والمالية لخدمة أكثر من 2 مليون مريض سنويا من المترددين عليها.
في المنيا أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة أنه تم فحص 12641 سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، وده خلال شهر يونيو اللي فات، وقال أن المبادرة بتستهدف الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية زي أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم، مع إجراء فحص للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، وبيتم تحويل الحالات المشتبه فيها لمستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملاوي. في شمال سيناء أطلقت مديرية القوى العاملة دورات تدريبية للشباب على 11 حرفة يدوية في العريش وبئر العبد، وده بهدف نشر ثقافة العمل الحر وإتاحة فرص العمل اللي بيتطلبها سوق العمل. في بني سويف أعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف تنفيذ قافلة طبية بقرية كوم الرمل بسمسطة، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات هي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة والأسنان. ومن خلال القافلة تم الكشف على 1202 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان، وكمان تم استصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.